أعزائي المشاهدين، ازيكم؟ عاملين ايه؟ تتصرف ازاي لو الجو مطر وكان مع المطرة دي في مهمات كهربائية موجودة في الشوارع زي أعمدة الإنارة زي الأكشاك زي الكلام ده كله؟ أول حاجة ما تلمسي أي مهمات كهربائية موجودة في الشوارع، سواء كان كابل مرمي على الأرض، سواء كان عمود إنارة، سواء كان محول كهربي في متناول إيدك كده، ما تلمسي أي حاجة أو أي مهمة كهربائية موجودة في الشوارع. ده رقم واحد. رقم اتنين، لما بيرتفع منسوب المية عن الارض، سواء كان كابل محطوط مثلا في الارض والكلام ده، وحصلت مشكلة، ما تروحش تجري عشان تحل المشكلة. الحاجة التالتة والخطوة التالتة، انك تتصل بالجهات المسؤولة، بلغ حصل مثلا شرار، حصل قفلة، حصل الكلام ده كله، تبلغ بسرعة شديدة جدا جدا المسؤولين، وما تتدخلش في اي حاجة انت ما تعرفهاش. حتى لو تعرف يعني، فالموضوع ليه احتياطات امان كبير جدا، ولازم يبقى فيه تنسيقات مع ناس كتير، فالمختص هيكون افضل وهيسهل عليك. اتمنى السلامة والامان لكل المتعاملين مع الكهرباء في العالم. السلام عليكم.